السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام المشاركين في نشاطات جمعية النفط العالمية لجامعة البصرة قسم هندسة النفط، أهلا وسهلا بالجميع. نبدأ على بركة الله المحاضرة الأولى من كورس What Crude Oil Treatment، معالجة النفط الرطب، بلقاء الأستاذ المهندس أحمد عماد. أعرفكم عن نفسي، أنا محمود شاكر ويب ماستر شابتر جامعة البصرة. إليكم بعض المواضيع التي سيتم تناولها خلال المحاضرة: Safety in Petroleum Industry، Crude oil. In brief, what is isolation process? What flow, water flow in production processes and its effects on the amount of crude oil? And final emulsions. قبل البدء بالمحاضرة نلقي نبذة مختصرة عن المحاضر. الأستاذ المهندس أحمد عماد الخبير في مجال النفط لأكثر من 7 سنوات. يملك المهندس أحمد معرفة قوية بكيمياء الإنتاج وإدارة المختبرات ومعالجة النفط الخام والتطبيق الكيميائي، وتخصص في تشغيل الـ ESB وتصميمه وتحسينه، وماهر في الإنتاج السطحي وفصل السوائل وأنظمة الحقل. حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النفط من الجامعة التكنولوجية. يعمل حالياً في منصب Crude Quality Team Leader ATRO. عمل سابقاً ACE Room Engineer ATRO، كذلك ESB Shift Engineer ATRO. حاصل على العديد من الشهادات والتدريبات منها HSE, H2S, Safety Passport Holder from Rumaila Oil Field، ESB Design, Flow Assurance, Course Production Optimization using Bipsum from SBE Basra Section, Advanced ESB, System Technology and Operation from Baker Hughes, Formation Evaluation, Wet Oil Treatment from Basra Oil Company، والعديد غيرها من الشهادات. باسمي وباسم الفرع الطلاب لجامعة البصرة نتقدم بخالص الشكر للأستاذ أحمد عماد لقبوله الدعوة. الحضور جميعا، فقرة الأسئلة تكون بنهاية المحاضرة، كذلك تسجيل الحضور. نتمنى لكم الاستفادة من المحاضرة. أستاذ أحمد تقدر تتفضل. السلام عليكم. طلب واحد إذا نقدر نخلي المحاضرة تفاعلية إذا ممكن، لأن إذا نعوفه بنهاية المحاضرة راح ممكن ينسون، فأي واحد عنده أي سؤال لا ترددون، وقفوني خلينا نتناقش مثل ما أنتم تيجون تستفادون من عندي أنا استفاد من عندكم. احتمال أكو شيء ما أعرفه، سؤال يفتح لنا موضوع ثاني، فهسه انت فاتح المايكات لو لازم يعني طلبون من عندك يلا تفتح، لو الكل يقدر يفتح المايك. الأسئلة اللي يعجبك، الكل يقدر يفتح. أريد الكل يفتح، تمام؟ أحسن على مود نسولف، لأن إحنا مو محاضرة بقد ما هي نقاش، نتناقش سوا، على مود نتعرف ونستفاد وما تصير مملة. تمام، صراحة أشارك الشاشة. أوكي أوكي، هسه الشاشة واضحة؟ لو لا لا واضحة. إيش طالع البرزنتيشن كان لو لا؟ طالع البرزنتيشن. لحظة ثواني، أقسم الشاشة شاشتين على مود أقدر أشوف رسائلكم ونفس الوقت. طبعا إحنا البارحة كان عندنا كذلك سيشن ويا يصير أوكي ويا الميسان شابتر ميسان، فما احب اعيد قلت هناك عمود واحد يكون مكمل للثاني. هناك حكينا على البروسيس. واضحه الشاشه؟ بس اكد لي انه واضحه. تسمعني؟ نعم سامع. تمام. هناك بشابتر ميسان حكينا على بدينا بالإيمولشن وتشينو تعريف الإيمولشن والعوامل المؤثرة على الإيمولشن، وراح حكينا الطريقة الميكانيكية لمعالجة الإيمولشن. طبعا الإيمولشن أو المستحلبات بها طرق ميكانيكية، بها طرق حرارية، بها طرق كهربائية وطرق كيميائية. اليوم راح نتطرق للطرق الكيميائية اللي هي أكثر غموض بهذا المجال، وإن شاء الله باكر للطرق الكهربائية وشون نسوي ترابل شوتينج للمشاكل وشون نحلها. فبس بالبداية للما حاضر ذيك المحاضرة لازم نرجع نبدي بالبيسك، على مود وراها نقدر من البيسك نقدر نخوض بالطرق الكيميائية وهي باستخدام كاسر الاستحلاب. تمام، اتوقع الولد ما قصروا عرفوا عن نفسي. عندك هنا الكونتاكت، اي واحد يحتاج اي شيء، لينكدين، الايميل،
يقدر يخابرني إذا أكو شيء مهم. لا تترددون أبد. مثل ما قلنا إحنا اليوم راح نبدي بالمياه المنتجة ومستحلبات، عوامل الاستحلاب وثبات المستحلبات ومعالجة المستحلبات، وراح ندخل مثل ما قلنا راح نروح بالوسائل الكيميائية لمعالجة المستحلبات. راح بعدين نشرح بصورة بسيطة شلون نقدر نوجد نسبة المي والإمولشن عملياً من خلال النفط. طبعاً هي تجربة مختبرية بس good to know، يعني لازم تعرفها بداية نظرياً على مود لما تروح المختبر ممكن عندك فكرة أولية عليها. بعدين راح نخوض باختبار الزجاجة اللي هو bottle test، اللي هو اختبار على مود نسوي selected demosifier reader. وبعدين راح نخوض بالتجربة الميدانية كاسر الاستحلاب، هي تجربة تصير بالفيلد. بالبداية تدفق المياه، تدفق الماء في عمليات الإنتاج. لما نسمع تدفق مياه هو كمية الماء المنتجة مع النفط، بكمية المياه المنتجة مع النفط. انتم ما تعرفون النفط لما ينتج من الرزفة ما ينتج وحده، لازم اكو مي من الأكوفار من الانجكشن، لازم اكو مي، وهذا المي هو طبعا درايف على مود منتين للضغط على مود يدفع لنا الاويل خارج السطح. المي هو تكلفة، هو فلوس، تكلفة علي، انه تكلفة تكلفني فلوس. عالميا نحن ننتج حاليا عالميا 80 مليون برميل نفط. هذه 80 مليون برميل نفط اشوشيتد وياها 390 مليون برميل مي. مثل ما تشوفون بالجراف الجوي انه احنا من 1990 ل 2013 بازدياد مستمر للمي. فهو المي مشكله حتميه ان احنا ردنا نزيد البرودكشن، او حتى لو ردنا نسوي مينتين للبرودكشن ردنا نبقيه مال الاويل، هو المي راح يزيد. تمام. مثل ما سبق وذكرت انه هو المي هو تكلفه عليه. التكلفه شلون؟ لان انا مثلا لازم اعالجه، لازم اسوي الديسبوزل، اتخلص من عنده بصوره ما تاثر على البيئه وصوره افشنسي. فمرات يوصل طبعا تكلفه التخلص من المياه المنتجه توصل من 50 سنت الى 4 دولار. شلون هاي التكلفه؟ التكلفه هاي اعتمادا على شلون اتخلص من عندها. كل دوله او كل مثلا المنصه البحريه بها ليميتيشن للمي على مود ارجع اضخها بالبحر، يختلف عن الصحراء، يختلف عن الديسبوزل. هناك لازم يكون نسبه النفط ما تتعدى 80 بي بي ام، 20 بي بي ام. هنا عندنا نقدر 200 250 بي بي ام نحقن بالديسبوزل، هاي نسبه النفط الموجود بالمي. اكو يعيدون اكو دول تعيد استخدام ريوز للبروديوس ووتر، اكو لا اكو مجرد تحقنها بالرزفوا، مو بالرزفوا، بالديسبوزل رزفوا اللي هو الدمام مثل عندنا احنا بالرميله نحقن بالدمام اللي هو نتخلص من المي. لكن ايضا الجدير بالذكر بالرميله عندنا مشاريع راح نستفاد من المي، راح نستفاد من المي على مود نسوي مينتين للرزفوا. مين يجي المي وشلون يجي المي؟ احنا تقريبا كنا مهندسين نفط الموجودين هنا، فانا نعرف انه الكونينج بالهاي الكونينج اوكي الكونينج ال الصوره الاولى يشوف كم او الانخراط المائي مثل ما يسموه بالعربي، وجود فالق او صدع بين بير الحقن وبير الانتاج نفسه، حركه الووتر اول كونتاكت، كذلك لما تصعد لما يجينا مي اكثر، وكو شغلات نقدر نعالجها مثل تسريب خلال البطانة، تسريب خلال الأنبوب الإنتاج، ذني نقدر نعالجها بطرق. وكو شغلات إحنا ما نقدر نعالجها مثلاً الكونينج الووتر أو كونتاكت، ذني لما يصير ما نقدر نعالجها. تمام. شو تأثر عليها المي؟ شنو التأثير اللي ممكن الباد إمباكت عليها، وليش يكلفني فلوس؟ طبعا الاثر البيئي ناتج من صناعه النفطيه انتاجها والتحويليه يؤثر بصوره مباشره على البيئه. فانه شلون سيطر على المي وشلون تخلص منه بصوره ما تاثر على البيئه هو بحد ذاته تشالنج. انه تمام، اول شيء عندنا اذا نضخ نفط وهذا النفط بيه مي وهذا كان خارج المواصفات اللي هي المصفى يستقبلها او مصدرها، هذا راح اذا وديناه للمصفى راح ياثر على المصفى، واذا وديناه سوينا بعناق للدول البقية راح يخصم من قيمة السوقية. كذلك إذا أنا عندي رزفوار بينتج مي بصورة عالية
لازم أوفر له ساعة خزنية. يعني شنو ساعة خزنية اللي أعطى فرصة لعملية استغلال جذبية؟ يعني لازم أوفر له فيزل عازلات بحجم كافي عمود يصير استغلال جذبي على مود تنفصل المي. يعني أنا ما أقدر عندي حقل أو محطة يدخل لها 80% منها مي واستخدم مثلاً 2-phase separator، لازم 3-phase على مود أهاندل المي أكثر. لازم الفيزل حجمه يكون مناسب لكمية المي، لأن يعني المي يحتاج لوقت عمود يصير بترسيب، مو الإمولشن. المي الحر يحتاج وقت، الإمولشن يحتاج وقت ويحتاج كهرباء ويحتاج إمولشن ويحتاج حرارة، بس المي اللي هو فري ووتر يحتاج وقت على مود يستقر. تمام، زين شلون يأثر لي إذا أني صدرت النفط للوحدات المعالجة المصافي؟ وحدات المعالجة المصافي ما تعرفون هي تستخدم الحرارة على مود تبخر، على مود تغير من تستخلص المواد مثل النفط والغاز والغازولين من النفط الخام. المي يحتاج طاقة تبخر 8 أضعاف النفط، فهناك راح يصير عليهم طاقة أكثر، وكذلك راح يصير عندهم سكيل، يعني راح تسد الأنابيب عندهم، المبادلات الحرارة راح تتأثر، راح يصير عندهم كوروجين، كل شيء يتأثرون، ومرات يصلون يسوون شت داون للمصفى كله بسبب انه اكو مي عالي موجوده. تمام، كثره المياه المنتجه تخلص من يستوجب معدات ووقت وجهد وفلوس، وهاي كل الفلوس ما مسترده. يعني اني لازم اسوي تريتمنت للمي، لازم عازلات وحدها للتريتمنت مال المي، يعني هي عازلات نسميها بروديوس ووتر تريتمنت بي او بي دبليو دي. لازم مضخات على مود احقن المي بالريزرفوار اللي هي ديسبوزر ريزرفوار، لازم احفر ابار عم تتخلص من المي. هاي كلها تكلفه غير مسترده، يعني هو مي بالاخير. تمام، كذلك العمليات تخلص من المي تؤثر سلبا على المنشآت والاثر البيئي الموجود، وكذلك السبب تاكل بالمعدات. المستحلبات النفطيه هي شنو؟ وشنو يعني مستحلب؟ شنو يعني مي حر؟ شو راح نفرق بيناتهم؟ المستحلبات هو تشتت سائل أو ماع في سائل آخر غير قابل للامتزاج، يعني مي ونفط، مثل المي والزيت، مثل أي سائلين هم بالصورة العادية غير قابل للامتزاج، بس لما يدخل بي عوامل يسموها عوامل استحلاب وظروف معينة، ظروف التشتت راح يصير مستحلب. المي والنفط اللي يكون الطور المستمر اللي هو الطور الأكبر يسموه الكونتينيوس فيس، اللي هو مثلا عندنا بالإيمولشن اللي هو النفط، والطور المتشدد هو المي. طبعا اكو هواي انواع للمستحلبات، منها انواع مستحلب النفط اللي هو المي منتشر بالنفط، دقائق مي صغيره منتشره بالنفط وعالقه به، ما تنفصل، ما تكبر، ما تصير بها كولابس، وما تصير بها سيتنج، لان هي اصلا عالقه بداخل النفط. مستحلبات المي هي بالعكس، هي النفط منتشر بالمي، والطور المستمر هو المي، وهناك مستحلبات معقدة اللي هي أقل شيء عن اللي هي عبارة عن هاي الصورة. الماوس يبين لو لا؟ هسه يبين لو هسه يبين؟ نعم يبين أستاذ. أسن بين على الصورة؟ لو لا؟ يبين أستاذ، يبين. تمام، هذا المستحلب المعقد، هذا قطرة مي، هذا أصلا هي مي، الطور المستمر بمي، وبداخله قطرة نفط، وبداخلة القطرة النفط أكو قطرات مي، فهذا يكون كلش معقد وكل صعب كسره، بس هو مو كل الشائع عندنا بالعراق. أكثر شيء شائع عندنا بالعراق هو مستحلب النفط. مستحلب المي مو كل الشائع، بس بغير بلدان موجود، بس بالعراق الحمد لله ليه ما موجود، بس مستحلب النفط هو كل الشائع عندنا. تمام، شنو الكونديشن اللي لازم تكون عم يصير عندنا مستحلب؟ أول شيء لازم يكون عندنا سائلين غير ممتزجين اللي هو المي والنفط. ثاني شيء يكون عندنا طاقة تشتت agitation، يعني طاقة تخلي هذا المي يدخل داخل قطرات النفط أو بالعكس. أخيراً يكون عامل استحلاب، هو العامل يصير act كفيلم يحيط بالقطرة المي داخل النفط. هسه راح نتعرف على واحدة واحدة بصورة سريعة على مود نلحق نوصل خلال ساعة ما نطول، على مود نلحق نوصل الكيميكال تريتمنت. تمام، طاقة التشتت هي طاقة الرج والخلط اللي تعرض لها السوائل من بداية الريزرفوار لحد الستورج تانك، هي عبارة عن أي مكان ممكن يصير بيه دروب بالبرشر،
اي فالف اي اكوبمنت اي اس بي ممكن الستيج مالتها يسبب لنا ايمولشن التشوك الموجود بالويل هيد الفالفات البليكريسمس تري المانيفولد الفالفات مال المانيفولد الفيزلات نفسين اي مكان يسلط قوه على المي بحيث يؤدي الى انتشارها بالنفط. فهي طاقه فهي بالبدايه هي هو نورمالي موجود الاويل والووتر منفصلات هما سالين غير ممتزجين بس لما نضيف عليهم طاقه اللي هي الشير فورس او الاجيتيشن او طاقه التشتت راح قطرات المي تشتت بالنفط وتعلق بها. فعندنا الاي اس بي طبعا الغاز ليفت من اكثر الشغلات اللي ممكن تسبب لنا ايموشن الهيترز الفيزل الفالف البايب وورك البامبس البريشر دروب التشوكس كلهن كاربونت فلو كلهن يؤدن الى طاقه تشتت وبالنهايه يؤدن الى مستحلبات. تمام احنا خلصنا من التشتت. هسه عامل الاستحلاب. عامل الاستحلاب هو ماده تحيط بقطره المي مثل ما قلنا تؤدي الى تكوين فيلم مدار قطره المي بحيث ما تخليها تصطدم قطره مي اكبر وتكون قطره اكبر وبفعل الجاذبيه تصير بها ستينج. حتى لو صار عندي انتشار قطرات صغار بالنفط اذا هالقطرات ما محاطه بغشاء راح بالاخير راح تنصدم وراح تكون قطره كبيره وفعل الجاذبيه راح تنزل اللي جوا وتصير بها ستينج وخلص منها. بس عامل الاستحلاب يمثل هذا الغلاف. هذا الغلاف اللي هو كل شغلنا بالكيميكال انكسره. تمام هذا الغلاف من شنو متكون احمد شلون يصير وشلون اتخلص من عنده؟ هذا اليوم راح نجاوب بالسيشن مال اليوم راح نجاوب هاي الاجوبه. تمام العوامل الاستحلاب هي مواد الاسفلتيه. طبعا الاسفلتيه هو مركب قطبي جدا معقد وزنه الجزيئي كلش عالي. الحوامض العضويه المواد الصلبه مثل الرمل الكالسيوم الحديد الزنك بريتيتي الالومنيوم وحتى السوائل الشوارب سوائل الحفر كل شيء ممكن يصير كعامل استحلاب. تمام هسه اي احد عنده اي سؤال؟ السلام عليكم. بس سلام بس سؤال قبل لا اسال انتم تشوفون البرزنتيشن لو تشوفون الشاشه يعني هسه تشوفون البرزنتيشن كامل لو تشوفون الشاشه تشوفون نفسكم؟ لا البرزنتيشن كامل استاذ هو سلايدات. هسه شو تشوفون؟ ورقتين صفحتين لو كامل؟ صفحتين. اها للاسف يعني دا انشر بال تمام مشكله اعطيكي اخلي احسن. تمام اوضح هيك؟ اي هيك يعني شاشه اكبر سلايد اكبر. تمام اذا عندك سؤال تفضل. استاذ بس اريد اسال على الامولشن تيستر ايش قد المفروض تصير الفولتيه حتى اعرف انه صار امتزاج 100% بين اويل ووتر حتى اسوي الاويل بيس مود؟ هو باكر راح نبدا بال ك الفولتيه شلون تكسر الامولشن. بس انت على مود تحقق تصادم قطرات المي وتصير قطره اكبر وتكسر طبقه الامولشن تحتاج اكثر من 17000 فولت. يعني جو ال 5000 فولت ما راح تحصل كسر الايموشن بصوره صحيحه. زين من 17000 فولت نعم المفروض ايش قد يصير حتى اعرف انه صار امتزاج كامل بين اويل ووتر؟ قصدك صار فصل صح؟ لا امتزاج انا اريد امزج حتى اسوي اويل بيس مود. ها انت تحكي على الاويل بيس مود مال الدرينك فلويد؟ اي نعم. أو والله أنا شغلتي أكسرة ما أعرف شلون يصير الأويل بيز مود. يعني أنا شغلتي بالعكس أنا شغلتي أكسر الإيموشن يعني أعرف شلون أكسرة يعني مو شغلتي أسوي للأسف. آخر شيء أفكر بي شلون أسوي الإيموشن. تمام أي أحد عنده أي سؤال؟ أي واحد يكتب بالشات يريد يعرف أي شيء؟ ملف المحاضرة كل شيء راح ينتزلكم. عفوا أستاذ بس هسه نص الصفحة طالعة يعني شلون نص الصفحة؟ هسه عندك اي نصف الصفحة يعني نصف العرض. بالساعة من سويتها افضل بالساعة من خيرتنا افضل. تمام لا عاد خليها رجع مثل ما كانت. هاي صار هسه شنو تشوفون؟ تشوفون نفسكم صح؟ صح تمام هذا البرنامج صعب بالعرض.
هسه احسن تقول لي لا هسه نفس الشيء يعني نفس الشيء هم نفس الطريقه اي هسه افضل هسه افضل هسه اوكي اوكي تمام زين اقدر اعتمد على الجماعه الاس بي اي يقولون اي كومنت بالموجود لان انا حاب يكون يعني انه ما مو يسالون واني اعبر لين راح ينسون وراح ننسى فاي سؤال بالكومنت قل لي تمام تمام استاذ واضح تمام اوكي لا تقول لي الاستاذ اسمي احمد انا صديقكم استاذ تمام هسه شلون يصير ثبات المستحلب طبعا المستحلبات عندنا نوعين المستحلب مو كل مستحلب هو صعب الكسر ونبار بوصفه والتريتمنت مالته وبالتكلفه مالته اكو مستحلبات سموتايت اللي هي قويه واكو مستحلبات سمولوز اللي هي ضعيفه ممكن كسرها ممكن بحراره بس وسبريشن ما يحتاج حتى كيميكال اكو هيك بالعالم وحتى عندنا بالروميلا صار عندنا هيك شيء عندنا اكو مستحلبات ما تحتاج حتى كيميكال فالمستحلبات قسم نوعين نوع تايت ونوع لوز شنو العوامل اللي اثر على ثبات المستحلب بس احنا عرفنا الشروط عرفنا عوامل الاستحلاب شلون يتكون المستحلب شنو يعني مستحلب وانواعه زين هو شنو راح ياثر على ثباته يصير اقوى ويصير اضعف ليش اول شيء اللزوجه اللزوجه عامل كلش مهم اللزوجه هو اللزوجه هي من اسمها هو الفلويد يصير ثيك ثخين فيصير القابليه على انه يكيب يبقي الووتر بداخله تصير عاليه فكل ما كان النفط لزوجته اعلى الفيسكوستي مالته اعلى ثبات المستحلب يكون بأقوى. هذا الرسم ده تشوفوه الجوة هذا من تيست من المختبر شوفكم الفيسكوستي علاقتها ويا الإيموشن فيس ستابلتي كل ما الفيسكوستي تزيد كل ما الإيموشن ستابلتي أعلى تمام كذلك من الشغلات المهمة لازم نعرفها الزوجة تعتمد على شنو زوجة الإيموشن تعتمد على زوجة المي والنفط نفسهم كل ما زاد المي كإيموشن بالنفط زادت لزوجته كذلك الحجم الجزيئي للمياه المتشتتة كل ما زاد راح يزيد لزوجته أكثر حجم القطرات توزيع درجة حرارة عامل كلش مهم كل ما زيد درجة حرارة راح الفيسكوستي راح يقل وراح تساعدنا على الفصل فدائما عندنا مشاكل الكواليتي تبدي بالشتاء بالصيف الأمور تمام لأن عندك حرارة عالية خاصة بالبصرة أمور تمام بالشتاء تبدي المشاكل تبدي الإيموشن تبدي الأملاح تزيد تبدي ممالح تطيح كل شيء يبدي كذلك معدل القصف كميات المواد الصلبة كلها تأثر على المستحلب. ما لين ندخل كل جديد بالموضوع بس مثل ما تشوفون بهذا الصورة عندنا الووتر كات. الووتر كات كل ما صعد هذا طبعا الحرارة بالحرارة القليلة الووتر كات كل ما يصعد تزيد الفيسكوستي وكذلك يوصل مرحلة مثلا ورا الثمانين طبعا هنا ايموشن اويل ايموشن لما يصير فوق الثمانين الووتر كات راح يتحول من اويل ايموشن الى انفيرز ايموشن اللي هو مثل ما قلنا اللي هو انفيرز ايموشن او قلنا ايموشن المي اللي هو النفط بالمي عكس ما المي بالنفط فلما انت عندك مي ونفط بير ينتج فوق الثمانين 80% منه مي فراح المي يصير بالنفط ايموشن فراح يصير انفيرز ايموشن تمام هنا أنا هذا الفقر الثاني شوفك أنواع الإيموشن اللي قلنا بها أكو يقسموها إحنا نقسمها تايت ولوز وأكو يقسموها تايت فري تايت ميديام لوزز فري لوزز بس إحنا الشائعة ما عندنا نقسمها نوعين يعني من ندخل هم هنا مختبر إحنا كفيلد نقسمها نوعين تمام هسا عرفنا اللزوجة عرفنا شلون تأثر هسه العامل الثاني هو كلش مهم هو فرق الكثافة بين النفط والمي كل ما زاد فرق الكثافة بين المي والنفط زاد سهولة ترسيبه وسهولة فصله لأن حسب قانون ستوك اللي تشوفون فوق فهو الديفرنت بين طبعا هذا الفي هي الفي مال السيتنج مال الفيلوسيتي مال الووتر لما يصير سيتنج دروب بالفيزل وعندك الدلتا سبيسيفيك جرافيتي هو الفرق بين السبيسيفيك جرافيتي مال الاويل ومال الووتر وهذا الدايميتر مال الووتر وهذا الفيسكوستي فالفيسكوستي علاقه عكسيه وعلاقه طرديه ويا الاختلاف بين التو سبيسيفيك جرافيتي كل ما صارت القيمه اكبر كل ما صار الفصل اسرع تمام ذني بعدين عندنا حجم القطرات كل ما كان حجم القطرات اكبر بالمي بالنفط كل ما كان فصله اسرع واسهل ليش؟ لأن عندك قطرة كبيرة ممكن تمتزج ويا قطرة ثانية تكون قطرة أكبر وتنزل بفعل الجاذبية بس إذا قطرة صغار
شو راح تنزل. فكل ما تكون قطرة أعلى ممكن يكون لوس إيمولشن أو إيمولشن استقرارها متأقل. تمام. الشد السطحي، الشد السطحي طبعا عليه هواية هواية بحوث ومختبرات مسوية هواية بحوث عنه وبيبرات ومشاريع تخرج، لأن هو في الشيء يعني عليه أكثر من رأي. بس هو الرأي الشائع إنه الشد السطحي هو القوة اللي تخلي القطرة نفسها تتكور. تمام. فإذا الشد السطحي كان بين النفط والماء قوي ما راح ينتزجون. فشو قد يصير الإيمولشن لما الشد السطحي يكون قليل؟ تمام. لما يكون الشد السطحي قليل فعل منشطات التوتر السطحي، تمام، شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي إيمولشن، بس هذا الإيمولشن راح يكون الشد السطحي مالته كلش عالي وما راح ينتزج. الفعل عوامل استحلاب، الكيميكال مال اللي استخدمه هو الديموسيفاير، هذا يقلل الشد السطحي مرت اللخ ويكسر الايموشن. بس اذا زيدنا اكثر ديموسيفاير هو كاسر الاستحلاب اكثر من اللزوم، راح يقلل الشد السطحي اكثر من اللزوم، راح يكون مستحلب اقوى. تشوفون اكيد دخته، بس هي يعني هي هيك صعب اكثر من هذا تسهل، ان هو الشد السطحي عامل مهم ويأثر علينا بصورة مباشرة، وهو أصلاً اللاعب الأساسي بالديموسفير وكسره. بس كبيسك إنه الشد السطحي لما يكون قليل راح يصير عندنا إيمولشن، بس الإيمولشن هذا يكون الشد السطحي مالته عالي، وعلى مود نكسر الإيمولشن لازم نضيف مواد وزنها جزيئي عالي اللي هي مواد الديموسفير، على مود نكسر الشد السطحي ونسوي سيتنج للووتر. بدي تشوفون هذا الفيجر الجوة يشوفكم انه الشد السطحي كل ما قل ممكن يصير عندنا ايموشن اعلى. طبعا راح نتطرق للشد السطحي كذلك بالديموسفير، لهذا حبيت ابدي بالعوامل على مود لما نبدي بدون ديموسفير احنا نعرف ايش على شنو بدنا نحكي. تمام. الاسفلتين والبارافين والرايزان كل ذني هن مواد قطبيه، الموليكولار ويت مالته عالي. هاي المواد اكت كفيلم مثل ما قلنا يحيط بالقطره ويمنعها من تمتزج بقطره ثانيه. هو البيسك كله انه عندنا غلاف، دراستنا كلها وحكينا كنا وشغلنا كنا نكسر هذا الغلاف ونخلص. بس هل هاي سهله؟ لا، ابد مو سهله، وتكلف فلوس وجهد، وقليلين اللي هم قبل عالم على مستوى عالم قليلين اللي يعرفون يسوون ديموسفاير. كذلك بالشركات اللي عنده سر يسوي ديموسفاير هذا ما يعرف الشركه ولا ينتصر لاي احد ابد. هو شلون يسوي ديموسفاير؟ هذا ماكو شيء، ما موجود بكتاب، كله من اكسبيرينس وكله تجارب، وكل صعب واحد يعرفه، واللي راح يتقن 100% هذا راح يكون ملك. تمام. نرجع لموضوعنا. اسفلتين هو مواد هاي موليكولار ويت قطبيه تعمل كفيلم تحيط بقطره المي. كل ما زاد الاسفلتين، مدى تشوفون هذا اسفلتين، هذا قطره مي ما بيها شيء، كل شيء تمام، ضفنا صار اسفلتين، صارت القطره حاطه بغشاء، هذا شكلها تحت المجهر، وهذا سيبريشن فاصل المي. تمام. كذلك عمر المستحلب، اذا عندنا مي ونفط، المي حر بالنفط، قلنا المي اكو مي حر واكو مستحلب. المي الحر يحتاج وقت عمود يترسب، بس المستحلب التايت ايموشن حتى اذا تعوفه راح يصير راح يثبت اكثر، راح يصير بي ايج، ما راح ينفصل. حتى لو انا مره جبت سامبل بي ايموشن وقلت خلينا نشوف شلون ينفصل، اكيد قلت لاني قلت راح ينفصل بالوقت، هو مي ونفط. حطيت الايموشن، ضفت له سويت بي اوفر دوز اللي ضفت له ديموسفاير، كونت هو كان ايمولشن بس مو كلش قوي، ضفت ديموسفاير باكثر من اللازم بحيث صار اوفر دوز، صار ايمولشن اكثر، وعفت اسبوع كامل ما انفصل المي والنفط. هو كان 60 من عنده بمي المفروض. فعمر المستحلب اذا كان عندك مستحلب قوي قد ما تترك راح يصير اقوى. هذا عامل. العامل الثاني مواد الصلبه. المواد الصلبه اقصد بها المعادن، صلصال الرمل، اكسيدات الكبريتات، كل هذني اللي جاء من الأطيان الحفر، اللي جاء من الكروجين، اللي جاء من البايبات، كل ذني راح كذلك يكونن
غلاف يحط بالقطرة. شوف هذا الغلاف اللي مسوينا مشكلة، يجي موصلة بيجي سبيلتينات كل شيء يتكون به ويسبب هالمشكلة. كذلك أكو مواد تكون يكون كاره للمي، هاي أكثر مواد ممكن تأذينه. هاي تكون الطرف المحب للمي لازق بقطرة المي، والكاره للمي لازق بالأويل، فتكون هذا الغلاف. دالة الهيدروجين هو البي اتش، كذلك هذا الشيء ما متفق عليه 100% او صعب كلش، انه صعب اقول لك باللو احسن او بالهاي، لا، انه عندك اوبتيمم رينج من الأربعة للعشرة البي اتش، لا تتجاوزه لا اقل من الأربعة ولا اكثر من العشرة. طبعا هو علميا انه البي اتش كل ما يكون قليل راح يعادل المواد المستهلبة الطبيعية، بس راح ياثر لك على الانترفيس بالدي ان دي بعدين نشرحها غير عشان نعرف شنو دي ان دي. فانت عندك اوبتيمم رينج بين الأربعة وبين العشرة، بس انه يكون 8 9 راح يكون كلش زين انه، بس ما يكون اكثر من 10 يعني يصير يبدي السبريشن يقل. طبعا هذا هذا عندك صوره توضح، وعندك مثال هذا المختبرين. فطبعا مرات يشوفون لما نضيف اسيد للمحطه يصير عندنا مشاكل بالممالح. تمام، هسه عندنا ملوحه المي. ملوحه المي شيء هو بديهي بس احنا مفاهمين غلط. دائما ايش نفتهم؟ نقول هذا البير بملوحته عاليه هو سبب الاملاح، بالعكس، اذا هذا البير ملوحته عاليه ممكن يسوي لي سيبريشن احسن. شلون؟ المي المالح سبيسيفيك جرافيتي مالته اعلى، لما سبيسيفيك جرافيتي خاصه بالمحطات اللي يكون النفط مالته سبيسيفيك جرافيتي مالته عالي قريب من الواحد، يعني 0.9 او 0.8 او 9.89 او 0.87، في صير الفرق بينه وبين المي قليل بالسبيسيف جرافيتي حسب القانون اللي شفناه. فلما يكون ملوحه المي عاليه راح يصير لنا سبريشن احسن، خاصه بالنفوط الثقيله على اللزوجه. فملوحه المي مرات تفيدنا على مود نسوي سبريشن. شو يصير الملح؟ هو المي بكلوريدات بيكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم كلهم ذن يسوون ملوحه. فالملوحه العاليه تؤدي الى زياده الفرق بين كثافه المي وكثافه النفط مساعدنا على الفصل. اما النفوط الثقيله اذا كانت الملوحه قليله فيؤدي الى قله الفرق بين كثافه المي والنفط مما يعيق على عمليه الفصل حسب القانون اللي شفناه. تمام، المواد العالقه الصلبه العالقه كذلك اكو مواد عالقه صلبه تؤدي لنا نفس المشكله مع المواد الصلبه اللي هي موجود بالانابيب المعدات السكيل النواتج التاكل كلهم ذني يسوون ثبات بالمستهلب. كذلك نسبه المي بالنفط، احنا قلنا كبر حجم قطره المي بس كذلك النسبه ايش قد، يعني كل ما كانت النسبه مال النفط المي بالنفط اعلى كل ما كان اسهل بالتريتمنت اسهل نعالجه. عكس احنا عندنا الانطباع انه لما نشوف محطه بها مي كلش عالي ها المي هو المشكله، لا، المي يساعدك مرات. هذا الشيء راح يكون منطقي للناس اللي مشتغله بالمحطات العازل اللي كانت 2 فيس وبعدين صارت 3 فيس. لما انت عندك محطه 2 فيس سبريشن هي ما بيها عزل مي من المرحله الاولى تلقى الامور بها طيبه بالكواليتي املاح والمشن ماكو، بس لما تصير 3 فيس راح مرات لان انت من اول ستيج راح تخلص من المي مرات استواجه مشكله بالكواليتي. ليش؟ لان انت مرات تحتاج قطرات كبيره من المي على مود تسوي دمج بين القطرات. فالقطرات في المي مرات نحتاجه، مرات انه اذا عندنا ضفه كلها دراي الامولشن بيكون اقوى من ضفه 40% منها مي. واذا عندك محطه دراي كلش وورثي كلش تستحق تحقن ووش ووتر على مود تضيف لها مي يعني احنا اكو نضيف مي للعازله عم نتخلص من النفط، بس مي يكون ملوحه اقل ويكون قطرات عاليه بضغط معين انه عم نتخلص من الامولشن. تمام، هسه منو عنده اي سؤال سئله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك استاذ؟ هلا حبيبي. استاذ حسب علمك يعني شوف ان اضافه الفري ووتر نك اوت للمحطات الجنوبيه انطت فائده، يعني حسب كلامك حسب اللي فهمته. هسه احنا ما راح نحكي كرومير، نحكي كجنرال. تمام، كجنرال
زين كجنرال بالمرحلة... نعم نعم بالمرحله الاولى تخلص من كميات كبيره من الماء هذا ثري فيس سبريتر يعني قاعد تاثر سلبي حسب كلام حسب اللي فهمت انا مو هيك بالضبط هو شلون ياثر سلبي كاموشن باور وهسه بعدين لما ورد المحاضره راح اتواصل وياك اعطيك مثال حي ويا داتا تمام نعم نعم اذا اقدر اشوف اذا اقدر اشاركها او لا تمام شكرا شكرا لا خل اجاوبك على سؤالك بعدين راح اتناقش وياك خارج الميتنج على مود ابين لك شلون عرفت او شنو الدليل عندي نعم باور يعني طبعا مو اقدر اذكر الاسماء هنا لان مو ما عاد صار امكانيه اذكر كل شيء عندك لما عندك محطه فيها فري ووتنك اوت المي كان بيها قطرات كبيره مو ايموشن وتخلصت من كل المي الحر وبقى بس دراي اويل وما حقنت واش ووتر راح بالاكسبورت راح يصير عندك املاح عاليه كذلك ايموشن عالي صح محطه الجنوبيه هيك صح ليش تذكر سامي تمام شكرا حبيبي اي احد عنده اي سؤال استاذ العفو هذا التخصص اللي تخصصون الناس يعني تخصصون بكاسة الاستحلاف هل تخصصهم هذا يعني يعتبر نادر في الشركات او موجود على حال باقي الخدمات باع خل اقول لكم على شغله على هذا التخصص انت عندك بالحفر بالمكامن كل ذني الشغل يوقف مثلا ابو الحفر مهندس الحفر ممكن يوم يشتغل شهر يشتغل شهر لا بس اللي يتخصص بهذا المجال لما يدخل الشركه راح يبقى مستمر لان عندنا احنا الانتاج مستمر التشالنج يستمر فاللي يتخصص بمعالجه المستحلبات راح يكون اول شيء الوظيفه مالته امنه اكثر لان هي مستمر ما طول اكو نفط انت شغلك مستمر وثاني شيء انه شيء يونيك يعني مو ماكو مهندسين اوكي هو هذا ما يحتاج له مهندس نفط يعرف بكل شيء يحتاج له مهندس كيميائي او نفط يعرف البيسك وراح يجرب بيده ويقرا ويتعلم بس هو يكون مطلوب كلش خاصه هسه يعني عندنا هسه كل ما يزيد الوقت تزيد التشالنج مال شلون تعالج النفط يعني مو مثل قبل بسبب انه الريزرفوار دي يختلف دي يصير بلندنج بين الريزرفوار فهسه هذا الاختصاص كلش مطلوب الاختصاص اللي هو مطلوب من امد الامدين يعني مطلوب كلش هو الناس اللي تعرف تسوي ديموسفاير نفسها تعرف تسوي بوتل تيست دول ناس قليلين بالعالم كله راتبهم كلش عاليه وكذلك سرهم ما ينطوا يعني حتى لو تقعد يومهم ما راح يقولوا لك هذا المواد الاوليه من شنو متكونه وطبعا كل شغلهم يعتمد على الخبره ما يعتمد على كتاب انا ما اقدر عفوا استاذ بابل تيست بوتل تيست انا بعد هسه اليوم راح نشرحها ها انا صعب التخصص بحثت عنه وما لقيت شيء هسه اليوم انا جبت لكم اذا تريدون عندي مصادر كامله عندي ابحاث كامله عن الموضوع كذلك يوم اعطيتكم مثال ان شاء الله راح نشرحها تمام ان شاء الله بس تكون كفي الوقت تمام دا اسمع صوتك ورسائل بس ما دا اقراها لان مشارك الشاشه اي احد عنده اي شيء بعد اي احد من الاي اس بي يقدر اس بي اي يقدر يقرا لي حاليا ماكو اسئله تمام وعليكم السلام تفضل استاذ من ناحيه الجدوى الاقتصاديه تشوف انه نتعامل ويا مشكله الايموشن عرفتك من صوتك المعدات شلون صوت عرفتك من صوتك اي شلونك حبيبي من ناحيه المعدات لو من ناحيه الكيميكال باو حسب انت جيت عندك الايموشن بال احنا هذا نفتقر له انه دراسه الجدوى الايموشن اذا انت ما تعرفه انه هو انه بكل محطه بكل ريزرفوا انه هو قوي او لا فما تعرف تسوي دراسه جدوى انه شلون بش اسوي استثمار بالمواد الكيميائيه لو بالمعدات طبعا الاستثمار بالمعدات راح يكون على تكلفه بس هو راح تكون معده موجوده بالمواد الكيميائيه مثل ما درت المواد الكيميائيه عاليه وكذلك تكلفه فبدون انت ما تعرف نوع الايموشن مالتك هو شنو انت تضيع جهد وقت يعني تضيع جهدك ووقتك وفلوسك على الفاضي فلازم تسوي دراسه انت شنو نوع الايموشن وشنو اللي يستحقه مثل انت تعرف وانت سيد العارفين احنا مرات نحقق ديموسفاير اضعاف اللي نحتاجه واحنا ما عندنا معرفه ومرات نقص الديموسفاير والنتائج نفسها فاحنا ما يحتاجنا دراسه حقيقيه عم تعرفوا شنو نوعه شلون ينكسر شنو يحتاج تمام صح
مو صحيح صح علاوي صحيح احمد شو استاذ احمد سوري في يعني تدرس انت يكون عندك مختبر خاص تعرف نوعه وتسوي تعرف من كل ريزرفوار هو شنو من كل محطه كل واحد هو سبيسيفيك جرافيتي مات الفيسكوس مات يلا تقرر انت شلون شنو تحتاج فلوس وين توجهها على تكسر هذا المستحلم بس اني ويا المعدات هي الاساسيه الواش ووتر الهيتر هاي شغلات اساسيه تمام اما اذا شغل تقنيه جديده هاي شغله اساسيه الكيميك هاي الشغلات الاساسيه عندي فلوسها ممكن بالكيميك هوايه اسوي سيف للماني تمام معالجه المستحلمات عفوا احمد اكو سؤال حبيبي يقول بناء على شنو يعتمد الحدد قيمه معدل الضخ كاسر الاستحلاب اكو معادله تحدد القيمه اكيد وكله راح نجيها ان شاء الله بس تكون يكفي الوقت اكو معادله وطبعا ويانا الولد عندنا ويانا مهندسين مميزين جدا من بيكر هيوز يقدر يساعدونه ومشتغلين سوا اكو معادله وراح نعلمكم اني ولد اذا يريدون يشاركوني شلون نحسب الدوز وش وقت نزيده وش وقت نقلله حسب اول شيء هي ترايل اند ايرور وكذلك بيها من الخبره فاكو معادله شلون نحسب الدوز واكو برينسيبل نشتغل عليها شلون نسوي التريتمنت تمام هو ورا هاي السلايدات راح نبدي بيها استاذ اسال سؤال انه حبيبي وين بالضبط نخلي المصفار عند راس البئر لو بالتانك لو بالسبريتر انت تستبقون الاحداث بس راح نبدي اوكي مو ما عندي مشكله لا عادي كلش تسال بالعكس كلش حلو باوع كل ما كانت دم الصفائر حقنا اوكيت كل ما يعني كل ما كان الوقت اللي يتفاعل بيه الدم الصفائر والنفط اكثر كل ما صار كسره احسن فاكو عندنا بشمال العراق او اتوقع بحقول جنوبهم يحقون بالويل هيد بس هاي تكلفه عاليه تحتاج لك مضخات بكل كل بئر اكو احنا عندنا كالحقل اشتغل به عندنا نقاط تكون بالمانيفولد اللي هو اول ما يدخل البئر للمحطه وعندنا نقطه تكون قبل اول عازله ونقطه تكون بالدهيدراتي والديسولتر باقي الحقول لا اكو نقاط تكون موجوده بالويل هيد نفسه طبعا هاي الاحسن بس تكلف اكثر واضح استاذ شكرا تمام حبيبي شكرا لك شكرا لكم اللي تسالون على مود السر انا استفاد قبلكم تمام هسه احنا شلون نعالج المستحلبات كل هاي الحكي هو عباره قلت لك قطره محاطه بغلاف اكسرها ادمجها وفر وقت خلاص الموضوع فكل معالجه المستحلبات كل انواعها هي البرنسبل مالتها وحده ازاله الغلاف تحقيق اندماج توفير امكانيه لترسيب القطرات يعني عندك هاي قطره مي هذا هاي قطره مي ملفط محاطه بغشاء هنا ما نسمي الغشاء اللي مثل الصوره بعدين كبر شويه هذا الغشاء موجود كسر الغشاء من خلال اي عمليه معالجه طبعا الكهربائيه والكيميائيه بعدين صار اندماج بيناتهم وصار وفر لهم وقت وصار بيها سيتنج فهاي كل الشغله رغم صعوبتها والتشالنج بيها وتعقيدها هي بهالسهوله شنو الطرق اللي نعالجها الطرق هي طرق كيميائيه اليوم راح نحكي بيها الطرق الحراريه هي هيترات والوسائل الكهربائيه اللي هي نضيف كهرباء للإيموشن عم نكسر القطرات ونحقق اندماج بها والوسائل الميكانيكية البارحة شرحناها بالاس بي اي ميسان اللي احنا ما راح نتطرق لها بهذا الكورس او اذا صار عندنا وقت نتطرق لها الوسائل الكيميائية اللي هي بإضافة العفو احمد السؤال حبيبي يقول اكو مواد كيميائية تضخ للنفط لتقليل معدل الاحتكاك بين النفط والانابيب النقل اي اكو هاي اكو هيك اكو هيك مواد بس انا ما استخدمها بس هم يستخدموها لما ينقلون حسب معرفتي نفط بايبات طويله كلش يعني مثلا يصدرون نفط تصدير اكو نسيت اسمها مواد تنضاف بحيث تقلل الاحتكاك اكو هيك شيء بس مو موضوعنا ولا انا مشتغل بها ابد يعني هاي شغلات بالتصدير بس هو اكو هيك مواد ايش اسمها بس هي اكو هيك مادة تمام هسه عندنا الوسائل الكيميائيه وسائل الحراريه وسائل الكهربائيه وسائل الميكانيكيه راح نتطرق اليوم للوسائل الميكانيكيه باكر الكهربائيه الباكر حسب انه اني لازم اسال شنو الشغلات اقدر انشرها ولا يمكن راح اقدر اجيب لكم صور من مشاكل حقيقيه صارت بس راح اشيل الاسماء
على مصر يعني تكون انترستنج اكثر بالموضوع كمشاكل كهربائيه. بس لازم اخذ ابروف في البدايه من المدراء. يلا يعني مثل ما تعرفون انا ما اقدر اطلع اي معلومه. طبعا هسه اقدر احط لكم صور من الحقل بس انا ما عندي انه اقدر انشر اي معلومه او اي رقم. بس باكر ان شاء الله اذا قدرت اسال انه اقدر اخفي الاسامي مال الفيزلات واشوفكم ديجيتال اويل فيلد شلون استخدمه عم احلل المشكله واحسن النوعيه. فاليوم راح نجيب وسائل الكيميائيه اللي هي استخدام كاسر استحلاق. الوسائل الميكانيكيه بس بريفلي عنها مثل ما قلنا هو حسب هذا القانون نحتاج عندنا ديفرنت بين سبيسيفيك جرافيتي كل ما كان قطره المي اكبر والفيسكوستي اقل صار عندنا ترسيب الجاذبيه بالفيزلات الموجوده. كل ما كان الفيزل اكثر الوقت صار احسن على مود الترسيب. طبعا هذا الوسائل الميكانيكيه اقدم وسيله بس هي وسيله عم تتخلص من المي الحر مو مي ايموشن. المي الحر زائد لوس فيري لوس ايموشن. تمام. استخدام المواد الكيميائيه في معالجه المستحلبات. طبعا هي مواد المستحلبه شنو هي؟ مواد ذات فعاليه كبيره في تكتيب المستحلبات باثر على المواد المستحلبه اللي هي الايموسيفاير ايجنت اللي حقنا هي عوامل الاستحلاب. هذه المواد فعالة سطح تمام وعملها تقليل الشد السطحي. احنا مثل ما قلنا الشد السطحي كل ما قل صار عندنا ايموشن. بس الايموشن يكون شد سطحي ما تعالي جدا مصفر يقلل الشد السطحي على مود يكسر الغشاء الخارجي ومن ثم اتحاد القطرات تكون قطره اكبر يكون عندها القابليه تكون وزنها اعلى ويصير بها سيتنج. بس ثواني ولو بس ثواني تدرون دقيقة. تمام. اوكي. بس يا صفحة تشوفون مين أنا خربت الوضعية. أنا وقف الشير لو لا لو شنو ده شارك هسه موجود الشير ها موجود الشير واضح هسه راح صح هسه شكو ألعاب تمام هسه تمام هسه أحسن شيء صح هسه راح تشوفون بدي الشير لو لا بعد استاذ بعد هسه اي هسه بس الصوره بعيده كلش بعيده اي بعيده يعني اوكي لعن نرجع بثقه بشوي سوري بس ما اعرف استخدم هذا البرنامج اول مره لهذا تاخر صراحه تشوفون نفسكم صح صح شفت البرزنتيشن هسه هسه البرزنتيشن طالع تمام بس بنخلي مثل مساء يعني هم بس العرض والصفحات على جانب يعني اللي هسه شنو طالع لك بصفحه واحده صفحه والصفحات بجانب الاخرى مالت العرض بس طالع الجانبها صح شنو تريد لعد قبل شويه كانت بس الصوره مالت العرض يعني مربع صوره واحده هسه هيك احسن لو ما اعرف شنو سويت لا استاذ قصدي لو تسوي برزنتيشن تبدا برزنتيشن وتروح على السلايد اللي احنا بيه شو اسوي شو اسوي ابدا برزنتيشن اي نعم بالباور بوينت هاي اللي جوا بدايه البرزنتيشن حتى تكبر الشاشه يصير بس السلايد اللي احنا نشتغل عليه يظهر انا اعتقد احسن هو انا مدى لما انتظر عدك قول لي هسه ظهره وظهر سلايدات هم على صفحه هسه واضح لو هيك احسن هيك احسن اي هيك احسن اي نعم تمام استخدام المواد قلنا هي مواد ذات فعاليه كبيره في تفكيك المستحلبات اللي هي تفكيك عوامل السحلب الموسيفاير ايجنت وكذلك تقليل الشد السطحي على مود يكسر الغشاء بس اذا زدت اكثر من اللزوم راح يكسر الشد السطحي
ويكون لك قطرات شدها سطحي اكثر بحيث يكون لك ايموشن اكثر. فالديموسفير مو كل ما ازيد الدوز معناها اني حسنت من المواصفات، لا، توصل مرحله توصل اوفر دوز، لما توصل اوفر دوز تحصل نتائج عكسيه. النتائج العكسيه هاي بعد تدمر المحطه، توقف لك الدنيا، توقف الممالح مثل. واكو المهندسين هنا صاروا ويانا انه اوفر دوز، لما زيدنا الدوز صار عندنا طبعا المواد الكيميائيه كاسر الحساب، اكو واحد يختلف عن الثاني، اكو يصير بها اوفر دوز، اكو ما يصير بها اوفر دوز. تمام، هي شلون تصير شلون يعني؟ هي هنا عندنا ايموشن، هنا تكورت وهنا صارت قطره كبيره وهنا صار سيتنج زين. هنا شنو صار؟ شلون شلون كسر السحاب اشتغل؟ اعتبر هاي النقطه القطره مال المي وهذا الغلاف الموجود بها. اجي كاسر السحاب، طبعا كاسر كواسر السحاب هم بيها، اكو كواسر ايونيه، اكو مو ايونيه، اكو بيها محبه للمي، اكو محبه للمواد الصلبه، فهواي انواع. بس بصوره عامه هي راح تلتصق وين؟ بالفيلم الموجود مدى المدائره. وبعدين ذني يكون ككونكشن بينه وبين القطره الثانيه. يعني شلون؟ يعني هو عندك غلاف خارج القطره المي، راح الدموسفير يكون مدار مدار الغلاف ويساعد عمود القطره ترتبط وتكسر هذا الغلاف. وبعدين لما القطره اكبر راح يصير بيها سيتنج. فهو هنا عندنا ايموشن، هنا تكورت صارت توجذر، وبعدين صارت انكسرت الغلاف، وبعدين صارت قطره اكبر وصار فصل. هذا هو شلون يشتغل الدموسفير. تمام، زين، تكلفه الدموسفير تعتمد على شنو؟ وبالدول شلون يعني شلون تكلفهم؟ طبعا الدموسفير تكلفته تعتمد على هواي شغلات. اول شيء نسبه المي بالنفط. المعروف انه كل ما المي يكون اعلى، المي الحر وليس الايموشن، لا تقولوا لي تقيسون على الرميله او تقيسون على غير حقل، المي الحر، المي بالرميله مو كله حر، هواي بي ام ايموشن. المي الحر الموجود كل ما زاد يقل نسبه التكلفه مال المعالجه. لهذا تشوفون اكو حقول نسبه المياه مي عالي بس احقن بيها دوز بصوره كلش قليله. يعني انا عندي محطه نسبه المي بيها 60% او 40% حسب ما اتذكر، ووصلنا الدوز 15 من دوز كلش عالي، ومحمد موجود. محمد قد وصلنا اقل دوز صراحه تقصد المحطه الاوفه شاميه محطه 20 استاذ؟ وصلنا 10 20 لعفو 20 حتى 15 وصلنا حتى 10. تمام، أيه. ورغم هي محطه تستقبل مي بصوره كلش عاليه، ليش؟ لان يعني هاي محطه وفرنا لها الظروف وكذلك ووش ووتر، وقدرنا نسوي سيف بالكوست كلش عالي، رغم انه هي محطه مي كلش نسب كلش عاليه. فكل ما كان المي الحر الموجود بالنفط نسبته عاليه قلت الكوست مال الدموسفير. تمام، كذلك ثبات المستحلب. المستحلب كل ما كان تايت ايموشن راح يكلفنا فلوس اكثر. الوقت كل ما كان عندنا بالفيزلات وقت، يعني اكو هسه يعني احنا كم كحقلنا، احنا حقل عالي الانتاج، ننتج باليوم 1 مليون و400 برميل، ما عندنا وقت نسوي نحط النفط بالخزانات. يعني نبقى انتاجنا مستمر، بس اكو حقول بالعراق يبقى النفط موجود بالخزانات يوم كامل 12 ساعه. لا، فهذول اللي يكون عندهم وقت راح يكون تكلفه اقل، حقن الدموسفاير اقل. ليش؟ لان انا عندي حقن الدموسفاير وديته للستورج تانك خليه يتعالج ويصير سيتنج بي. بس احنا من ما يدخل النفط لحد ما يخرج هو نص ساعه، هاي نص ساعه مو شيء. يعني انا بخلنا نص ساعه لازم اصدر. فالوقت كل ما كان بالمحطه اكو وقت اكثر، الكوست الفلوس مال الدموسفير يكون اقل. ثاني شغله الحراره، ما عرفنا الحراره الدزوجه اقل من ما يساعد على كسر الايموشن. فاذا انت عندك يعني مثلا الكوست مال المعالجه بالصيف يختلف عن الشتاء، واذا يبقى نفسه فاكو مشكله. يعني انت ما سويت اوبتمايز، انت ما قللت الدوز. نظريا وعمليا لازم تسوي انت تقلل الدوز بالصيف وتزيده بالشتاء، لان اذا انت ما عندك هيتر، يعني اقول لك تعتمد على درجه حراره الجو. فدرجه حراره كذلك عام كلش مهم بالكوست.
اختيار المادة الكيميائية. إذا أنت ما عندك دراسة حقيقية وما تعرف تختار المادة، طبعاً المادة كواصل استحلاب مواد كل شوي بولي الاسترين و... هواي أنواع، طبعاً ما أعرفهم كلهم بس منها هواي أنواع، أكو أيونية ومو أيونية، أكو بنفس المادة يسوي لك أكثر من فيرجن، يعني أنواع يعني يومية يصير يجي نوع جديد رغم أكو أنواع قديمة هي ثابتة فعاليتها. بس إذا اخترت نوع مصح للمحطة مالتك راح تكلفك كوست، راح تكلفك فلوس، راح تبقى زيد بالدوز وانت عندك مشكلة، زيد بالدوز وتبقى عندك مشكلة، زي فترة هذا راح تكون باد ديزيشن من عندك وراح يؤدي لفلوس أكثر. تمام، هاي شلون يكلفنا فلوس، وين نستخدم المواد الكيميائية وشلون؟ السؤال سأله الأخ هنا قبل شوية، احنا نقدر نستخدم مواد الحقن المواد الكيميائية، عندنا احنا كمحطات نعدى بالإلت ماني فولد، وعندنا بالإلت ماني فولد اللي هو قبل ليدخل للعازل أكو مجمع الآبار اللي احنا نسميه، وأكو بالفيزل الأول بالفيرست ستيج، وأكو بالدي آن دي. تمام، طبعا لما انت تصمم مادة جديدة كاسر استحلاب جديد، طبعا قلت لك دول الخبراء لمن يصممون، أو انت تختار لازم شنو تحط بنظر الاعتبار، لازم تخلي بنظر الاعتبار. اذا ما حطيتهن فانت ما تسوي شيء، انت مجرد تجرب. بس اذا انت عندك كاسر استحلاب وتريد تطور هذا الكاسر لهذا النفط، تمام، انت شركه وعندك عندك عندك خبرائك وعندك موادك الاوليه وتريد تطور لك كاسر لهاي المحطه، تمام، بها مشكله، لازم اول شيء تاخذ الزمن روتيشن تايم هاي المحطه. المحطه الزمن مالتها نص ساعه او ساعه يختلف عن الساعات، لازم تعرف الزمن ايش قد على مود. ليش اعرف الزمن؟ على مود اعرف هاي احتاج الماده تكون فاست دروب لو سلو، يعني الفاست دروب اكو ديموسفيرات انا شايفها من اول 5 دقائق تكسر لك كل الايموشن، بس شنو بالمقابل؟ بالمقابل تعوف لك قطرات صغيره من المي كل الصعب كسرها بعدين بالتوب يسوي لك املاح عاليه. بس اذا انت عندك نص ساعه الترين كلها ساعه، انت مضطر تستخدم هذا الديموسفير عم تخلص من المي، انت راح اذا انت عندك ساعه او نص ساعه على ما تصدر، فاذا انت ما تجيب كاسر سحلاب سريع انت راح تنتج مي وين الانتاج، راح تودي مي حور مو حور راح تصدره. تمام، كذلك هو الفيزل شلونها، مثلا اذا عندك ترين فري ووتر ايك اوت تختار الكاسر مالته يختلف عن التو فيس النظام القديم، يعني هاي تختارها دومو صفاير شكل وهاي تختارها دومو صفاير شكل. يعني احنا دائما نستخدم الدومو صفاير السريع بالمحطات الفري ووتر ايك اوت على مود تقدر نتخلص من المي من اول ستيج. ليش المحطات الفري ووتر ايك اوت احنا نحطها على مود للمحطات اللي بيها مي هوايه، فلازم اختارها مي هوايه لازم انا اتخلص منها من اول ستيج على مود اقدر اكون ضمن الديزاين كاباسيتي. لازم على الاقل يعني اللي يخرج للسكند ستيج هو 30% من الداخل، فلازم اتصرف الدموسفير يشتغل اسرع ويكسر المستهلكات. تمام، الحراره التشغيليه لازم كذلك انه عندي، اذا عندي لما اسوي بطلتيات ولما اختار ولما اصنع دموسفير لازم اعرف الحراره ايش قد بالشتاء ايش قد بالصيف. اذا عندي هيترات فاني امور تمام، اذا ما عندي هيترات لازم احسب حساب الشتاء، مو نجيب كاسر استحلاب يشتغل بالصيف حلو الامور تمام بعد مشتى كل شيء يخرب. لازم كذلك لما نصمم كاسر الحساب اشوف الحراره ايش قد، الافرج مال الاشهر ايش قد. طبعا لما يقول زمن الاحتجاز الروتيشن تايم ترى مو عبالكم بهالسهوله تلقاه، هذا لازم تعرف كل فيزل ايش قد الفوليوم مالتها وايش قد اللي يدخلها فلو ريت وايش قد المستوى او الانترفيس مالتها اللي هو النورماليزر، راح تحسب ايش قد جد روتيشن تايم بكل عازله وبعدين تحسبها بكل ترين اللي هو وقت المكوث او الوقت اللي ياخذ النفط من يدخل او يخرج، يعني ايش قد ياخذ بالعوازل كلهم. تمام، نوعيه النفط الخام كذلك واللزوجه والسبيسيفيك جرافيتي كلهم لازم ذني تحسب من الحساب. يعني انا عندي محطه، انا عندي اتذكر عندنا محطه سبيسيفيك جرافيتي ما تعالي اتوقع احمد مش كان يشتغل بيها، اللزوجه ما تعالي، يعني هاي بسبب مشاكل رغم يعني ام المشاكل زوجة عالية كل الساعة بكسر الاستحلابية، بس مثلاً محطات الجنوبية بالرميلة الجنوبية اللزوجة مثلاً قليلة الأمور تمام،
فلو عندنا يعني انت ما تقدر تعامل المحطتين من ريزرفوار اثنين مختلفات نفس الشيء، لازم تعرف المواصفات مالتك من نفط شنو، يلا تصمم ديمو صفاير او يلا تختار ديمو صفاير. كذلك قوه المستحلب، للاسف هاي الشغله مو ما عندنا بالحقل شلون نعرف قوه المستحلب عمليا، يعني ما عندنا مختبرات كلش متطوره تقدر تقول لك هذا من يا نوع من قوه المستحلب، بس احنا نعرفه من خلال البطل تيست، من خلال الخبره، من خلال نجمع الداتا. بس لازم اذا انت تسوي ديمو صفاير، مو تختار، تسوي ديمو صفاير، لازم تعرف كل ديمو صفاير قد قوته من كل ريزرفوار، ولما اسوي له بلندنج تو ريزرفوار قد راح يصير قوته. كميه المستحلب هاي شغله نقدر نلقاها، كميه المستحلب الموجوده ايش قد بالريزرفوار، يعني اذا انت عندك ابار مثلا كل ابار ناتشرال ما بيها غاز ليفت ولا بيها اي اس بي وبيهن مي قيم جيده 20% مثلا وتنتج والمي كلها حر، اذا قيمه المستحلبات قليله. بس اذا عندك حقل بي 1400 بير وبي اي اس بيات وتشوك وفلو لاين، هذا كله راح يصير اجيتيشن وراح يصير مستحلبات عاليه بالاخير. طبعا الاي اس بي والغاز ليفت يولدن مستحلبات لما ما يكون قليل ولما ما يكون عالي، قليل يكون مستحلب. يعني انت لما تشوف اي اس بي 10% مي، هاي يقول هاي سورس مال الايموشن. تمام. كذلك لما احنا صار بثمانية نتوقف لو نكمل، اذا تعبتوا نتوقف. شباب سمعوني؟ ثاني اوفلاين او شنو؟ نسمعك استاذ. كنت تريد نكمل باكر لو هسه ما اريد اني هذا ما اريد يعني دخون وتملون. براحتك. انتوا شنو تريدون؟ تريدون نكمل باكر لو اليوم؟ كمل استاذ. تمام راح نكمل الحد. براحتك استاذ، انت شوف الوقت اللي يناسبك. تمام. لا اكيد مركزين. تمام راح نناقش هاي، نكمل هاي السلايد وهاي السلايد ونتوقف. تمام تمام استاذ. دكتور شنو؟ انا لا استاذ ولا دكتور، اسمي احمد. اسمي احمد بس انا صديقكم، تصح لي استاذ. تمام. تيشن تايم وشنو بعد نقاط الحقل المتوفره؟ يعني أنا لما عندي محطة بيها نقطة حقن بس بالدي آن دي، يعني لازم أجيب دموسفاير بالستيج البقية يكسرهن بسرعة، مو مثل ما عندي محطة عندي دموسفاير نقطة الحقن ماتها بالإلة 8 فولد هو يكون بعيد وعدي وقت أكثر. فنقطة الحقن كلش مهمة الموجودة، مثلا ممكن أنه أنا عندي دموسفاير حقنا من أكثر من نقطة، أكثر حقنا بالإلة 8 فولد، حقنا بالدي آن دي، كل واحد يسوي شغله وحصل نتائج كلش حلو. تاريخ الحقل كلش مهم، نتباع تاريخ الحقل، اتباع الحقل مالتك ايش قد وين رايح، ايش قد كان بي مي، ايش قد صار بي مي، شنو العمليات تصير على الحقل. مثلا عندي انتو ليفت بي وبي اسيد وبي درلينج وبي ورك اوفر، هذا كله يسوي ايموشن، ذني كلهم مسببات للايموشن. فايت تباع تاريخ الحقل، انت لما تقعد تريد تسوي ترابل شوت حقيقي للحقل لازم تعرف كل ذني المعلومات، تسوي لين جذرن كلهم، تعرف لما اني احقن اسيد هذا الاسيد شلون راح ياثر على الايموشن، هذا الاسيد اودي جفره لو اودي للمحطه، ايش وقت بديت اودي اسيد للمحطه، ايش وقت بديت احقن نيتروجين، نيتروجين الحقن عندي اثر شنو التاريخ مالته، شلون شنو الكمة المستخدمه، مستخدمين دوال فريكوينسي، مستخدمين الاي سي مثلا المجال الكهربائي، ها شقد كان مي قبل 10 سنين وشقد صار هسه مي، شقد كان الاملاح قبل 10 سنين وشقد صار، شنو الديموسفاير اللي استخدمته. طبعا استخدام كاسر استحلاب وتطوير كاسر الاستحلاب لازم يصير كل كم سنه، يعني ما يصير انا استك ونوع واحد واقول هذا المحطه وهاي، هاي شغل مستمر. طبعا اذا كانت ماكو مشكله دا اقول كم سنه، بس اذا اكو مشكله كل كم شهر روح سوي بطل تيست ولقى لك كاسر استحلاب شوف نفسك. بس اذا انت ما عندك مشكله والامور تمام، لازم كل سنه لازم انت تطور نوع وتشوف نوع مناسب لك. تمام. كذلك انت الريكوير منك الريكوير من الريكوير رايدين منك، مثلا الحكومه شنو رايدين من عندك، ايش قد البي تي بي،
جد الأملاح. كذلك هذا يعطيك إنديكيتر أو تارجت لازم تحصله. يعني ممكن أكو دول يريدون 10 بي تي بي، أكو دول يقبلون 40، أكو دول تقبل 100. فهو شنو التارجت مالتك على أثارة تقدر تصمم. يعني أنت كل ما يكون الكاس استحلاب بيرفكت، وطبعا ماكو بيرفكت، كل ما يكون تمام كلفك فلوس كلش هواي. فيعني هو كل فلوس، كل لعبة فلوس، إنه تريد مصفر قوي اعطيني فلوس مواد أولية. فعلى أساسها تبدي انت، فانت لما تصمم ملخص انت على مود تصمم كاسر استحلاب وتعرف يا كاسر استحلاب تشتغل، لازم تعرف بالرزفوار، تعرف بالاستحلابات، تعرف تصميم العوازل، تعرف تصميم المحطات، تعرف بالكيميائيه اللي تستخدمها، تروح تبوع الداتا، تباع الحقل، تعرف ايش يصير يوميا بالحقل، كل شيء شغلات تواكبهن، يلا بالاخير تقدر تختار المصفى الحقيقي. بس مو تروح تسوي بطل تيست وتقولي هذا تمام. انواع الكاسر استحلاب، اول نوع تاريخيا هو الصابون. الصابون هو كاسر استحلاب. يعني مره انا جبت نفط ايمولشن ضفت له صابون انفصل حقيقه، فالصابون هو اول نوع كاسر استحلاب تاريخيا. طبعا هي مواد الحالي اغلبها مواد عضويه معقده التركيب، المواصفات فعاله تدي من درجه مختلفه من موازنه مواد مثل ما قلنا محبه وكارهه للماء تمام. وهي المواد ممكن تكون مواد ايونيه ومو ايونيه، معظم المواد تكون عاليه اللزوجه، لهذا نسوي بلندنج، نسوي بلندنج ويا غازولين او غاز على مود 40 او 50% على مود نسهل شغلها او على مود نتخلص من عندها بمتتراكم عندنا بالانترفيس. كذلك الانترفيس مال العازله. انواع كواسر الاستحلاب، طبعا قلت لكم هي هاي الشغله هو يسموه بلاك ارت، يعني هو العلم او الفن القليل الناس يعرفه. بس يعني كانواع ممكن تقول هي استرات البولي كلايكول، هي مواد دائما تكون كواسر بطيئه الفصل لكن تتطلب سرعه فصل المستحلب. يعني هي بطيئه الفصل شنو هاي ها سوري، هي بطيئة الفصل كمي كفري ووتر، بس كأموشن تشتغل أسرع وتضيك التوب دراي أكثر كذا. بس مشكلتها تكون دائما تتجاوز الجرعة بسهولة، يعني تكون كريتيكال إنه بس أوصل جرعة عالية ممكن يصير بها أوفردوز. الأوفردوز هو يصير قاعدنا شغل بالعكس. مشتقات الرايزينات السيرفونات هاي كل وحدة يعني عندها مواصفات ترطيب أكثر، تكون فصلها اقوى. يعني احنا عموما نقسم الديموسفاير عندنا نوعين او ثلاث انواع حسب شنو سرعه الفصل. اذا عندنا مواد تكون سريعه الفصل نسميه فاست دروب، هاي نستخدم بالفري وورت نيك اوت. الاكو نوع سلو بس تعطيك التوب دراي، يعني تاخذ وقتها على ما تنزل الايموشن بس التوب دائما يكون دراي، املاحها تخبل قليله. يعني ممكن عندنا نوع سرعه فصل عاليه بس التوب مالته ويت يبقى بي أموشن بنسب قليلة وتودينا أملاح عالية. كذلك أنواع ممكن هذا الفاست دروب ممكن يعطينا مي مو صافي. فكذلك تقسم أكو أنواع عندنا سلو هم تعطينا مي مو صافي، فكذلك تقدر تقسمها على إيش قد هذا يعطيك الووتر اللي ينفصل نظيف أو لا. كذلك إحنا همين إذا نقسمها على تجاوز الجرعة، يعني الأوفردوز، إنه هاي المادة لازم تعرف قبل لا تستخدم مادة بالحقل، هاي سهل تروح بها أوفردوز لو صعب. أكو مواد سهل تروح بها أوفردوز، وأكو مواد أنا مجرب مادة تروح بيها وصلت للمية وخمسة وثلاثين من ستين كل شيء ما عليها، وأكو مادة وصلت بها 90 ضربت أوفردوز. فأكو مواد تضرب أوفردوز بسهولة وهذا سبب كارثة بالمحطة، وأكو مواد لا عندك رينج عالي تقدر تسوي اوبتمايز من ال 20 لل 150، اكو مواد لا 90 تضرب اوفر دوز. فحسب ذني الفاكتورات سرعه الفصل، الاملاح بالتوب، نقاوه المي، طبيعه تجاوز الجرعه على اوفر دوز، ممكن نقسم الكواسر الاستحلاب. طبعا سوري صار ساعه ونص ما نلوث كلش على مود نبقى بالمود ونبقى منتبهين ومتونسين. احد اي حد عنده اي سؤال؟ استاذ بس بلا زحمه اذا تقدر ترجع السلايد الاول البي مواقع التواصل مالتك عم نتواصل وياك تدلل
وقت ما اي واحد يريد يتواصل وياي اهلا وسهلا. ايش صار؟ ايدا ثواني. سوري بس هذا البرنامج مو كلش عارف استخدمه. بس هسه طلع عندكم الشاشه؟ اي نعم طلعت. لحظه وين هاي؟ هذا غير برزنتيشن. اوكي هسه طالعه؟ نعم طالع شكرا. تمام. انا دائما باللينكدين انشر مقالات وانشر يعني الخص بيبرات، فاي واحد يقدر يضيفني باللينكد، اي حد عنده اللي يقدر يحب يعني اللي يتعلم اكثر عدي مصطفى يقدر يضيفني. تمام. اي احد عنده اي سؤال؟ مثل ما قلنا شباب، قول حبيبي، تقول استاذ. استاذ شنو هي الارقام اللي تمام احمد شنو الارقام اللي قلت عليها؟ يعني مثلا 90 ممكن يصير عندي اوفر دوز او 100 او باكر راح نشوف. بس ايش قد احقن بي بي ام يعني بارت بير مليون، ايش قد احقن يعني بي بي ام البرودكشن الموجود كميه بالضبط. باكر راح تعرف شلون نقيسها وشلون نحسبها وشلون نسوي. كذلك اذا الولد جماعه الكونتراكت اللي نشتغل وياهم يكونوا متواجدين يكون يقدرون يساعدونا اكثر، اللي هم الولد ما شاء الله خبره اكثر. تمام استاذ شكرا جزيلا. عفوا. اول شيء شكرا جزيلا لحضوركم واعذرونا على التقصير، يمكن انا مو كلش عندي خبره بالقاء المحاضرات. اتمنى اكون فدتكم. العفو استاذ. استفادت من عندكم. قول حبيبي. العفو احمد. شخص يقول ما هو الدوز؟ الدوز هو كميه نحقن بيها، كميه الدمص باكر راح نعطيكم معادلتها وشلون نقيسها. بس هي الكميه اللي نضخها بالنفط نفسه، ايش قد نضخ؟ لما نقول 80 بي بي ام هي 80 بارت من المليون من النفط الموجود. هي كميه قليله بس هي هاي الكميه هي الدمص فاير، يعني هي دوز هو من اسمها جرعه كميه نحقنها. تمام. دلل حبيبي عباس. اي احد عنده اي سؤال اي شيء اذا هسه ما اجب باله قلت لك تقدر تدوز الجرعه. اي طبعا اليوم يعني شكرا لتواجدكم بالاخص الولد اللي نشتغل وياهم والتيم مالتنا، شرفتونا كلش. وهالعدد هذا يخلي يعني يحسني انه اني يعني لازم اسوي اكثر وانطي معلومات احسن بصوره افضل. فشكرا جزيلا. اي احد عنده شيء؟ شكرا للجميع لحسن استماعكم. شكرا جزيلا استاذ احمد، شرفنا بحضورك. احمد شكرا حبايب، نشوفكم ان شاء الله باكر. باكر انا الحين دي بدي سولتر الديهايدريتر واحاول نتعلم معلمكم نتعلم شلون نسوي ترابل شوتينج ونسوي ترابل شوتينج للدي ان دي من خلال الدي او اف اذا حصلت ابروفال. انا اشرب وياكم صور على مود مثلا شلون انترفيس غازينج، شلون اعرف شلون اسويهن، كذلك دوم صفر نحكي فيه. فنشوفكم باكر.